الحولي 19/1/2013. منذ تقريبا 3 ساعات مدينة الحولة تتعرض لقصف عنيف من قبل بعض القرى الموالية للنظام كقرية قرمص وقرية الحمير التي أصبحت ثكنات عسكرية بعد قيام النظام طبعا بتوريد إليها كميات كبيرة من السلاح. قبل قليل سقط هنا في هذا المكان شهيد جراء سقوط قذيفة مدفعية من عيار 130 حسب طبعا عناصر الجيش الحر. شاهدوا هذه القذيفة ما الذي فعلته بهذا المنزل. طبعا المنزل أصبح أو لم يعد صالحا للسكن نهائيا، ممكن أن ينهار في أي لحظة. تعالوا لنرى من الداخل. ومعنا هنا صاحب هذا المنزل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمي شلون نزل القذيفة عليكم وين كنتوا؟ كنا بنزلنا بالدار من قبلي، الأولاد 10-12 ولد قاعدين عبيهم، أنا واقف جنبهم عم صلي، جيت فوق راسنا بالحياة. الحمد لله رب العالمين، الله أكبر. ما عاد نعرف مين انجرح منهم ومين انصاب. حسبي الله. تعالوا لينا راح. وشاهد هذه السيارة اللي فعلته الشظايا في هذه السيارة. تعالوا لينا راح ننزل إلى الدمار والزجاج والتدمير في كل مكان، خراب الزجاج دمرت هذه القذائف. حسبنا الله ونعم الوكيل. تعالوا لنرى المزيد من الدمار. الله ينتقم منه. الحمد لله. قذيفة سقطت هنا، قذيفة هاون. شاهدوا ما الذي فعلته هذه القذيفة. الله أكبر. طبعا هذا المنزل سقطت به 4 قذائف، قذيفة هنا وقذيفة في الجدار وقذيفة أيضا بالحائط. طبعا أصيب عدد من الأطفال في هذا المنزل، أطفال كانوا يتناولون الطعام. تعالوا لنا رأي إذا كانوا يتناولون الطعام. شوفوا درجات البرغل، هذا خاطينا وهذه القريبة. شاهدوا هذا الطعام الذي لم يأكلوا منه. شاهدوا الزجاج. نبحث طوال اليوم عن لقمة الطعام ويأتي وتأتي هذه العصابات لتنغص علينا طعامنا. حسبنا الله ونعم الوكيل.